عليكم. الناس اللي عندهم دي زاباري ديال سوني وبغاو فلاش يكون مزيان، كاين هاد السوني الفلاش ديال سوني جوتوكس في 1. جوتوكس في 1 كيجي على هاد الشكل، ديزاين ديالو زوين داير، كيجي بحال برو فوتو، ديزاين بحال برو فوتو. بالنسبه للفلاش راه فيه لاباتري، لاباتري ديالو هي هادي. لاباتري انك تقدر تشارجيها عكس الحجر، كتقدر تشارجيها في الشارجو ديالها، الشارجو ديالها اللي تيب سي اللي هو هذا، كتشارجي فيه لاباتري ديالك، كتخدم المده به المده اللي بغيتي. الفلاش كيجي على هذا الشكل، الكاليتي ديالو زوينه، كيعطي كاليتي ديال الضو صراحه نقيه، كيخدموا به بزاف ديال الناس خصوصا الفيرون، في واحد ديزاين زوين. هذا راه ماشي جديد، فلاش اللي اوكازيون اوكازيون الكليطه ديالو كيف ما كتعرفوا، اي حاجه كنجيبو لكم كنجيبو نقا. راه باقا الكارطونه ديالو كاين معاه بالنسبه للناس اللي بغاو الكارطونه ديالو. مي فلاش راه اوكازيون ماشي جديد، لكن الناس كيشوفوا الكارطونه تيقول لك جديد. واحد القضيه دورها في راسكم، اي حاجه كتكون جديده راه بنادم راه كيجبدش من الكارطونه وكيصورها، قليل جديد راه اغلبيه بنادم كيصور لك الكارطونه وانت كتقرا لي زافورماسيون اللي في البواتي، راه هذاك الشيء اللي كيكون كتكون الكارطونه ما محلولاش. اما حاجه اي واحد بريزونتيها بالراحه طافو الكارطونه واخا يقول لكم جديده، عرفوا راه غير السلعه راه اوكازيون ماشي جديده. هاد الفلاش ان شاء الله غنديروا فيه حساب مزيان، 2000 درهم جديد كيتباع ب 2800 2700، 2000 درهم كتنقص عليك واحد 700 درهم تقريبا، وكتاخد فلاش بحال جديد في ليطه ديالو، حتى الكرتونه ديالو ركينه معاه، حتى الكرتونه ديالو ان شاء الله راه نعطيوها لكم. بالنسبه لهاد الفلاش راه كاين بياسه وحده، الناس اللي عندهم لي زاباري ديال سوني، الديزاين ديالو صراحه واعر، كاليتي ديالو ديال الضوء راه نقيه، لي مود اللي تحتاج راه كاين فيه. بالنسبه لي زانفورماسيون ديال الفلاش هما هادو. بالنسبه للفلاش راه كيقدر في راه في تي تي ال اوتوماتيك 1/8000 بالنسبه للافيتاس ديال الفلاش، لا باتري ديالو في 2600 mAh، الزوم من 28 لـ105، فيه دي زوبسيون صراحه زوينين. اللي بغاها ان شاء الله يتواصل معنا، راه كنصيفطو لأي بلاصة فين ما كنتي ان شاء الله نقدرو نصيفطو لك شي عندك بأحسن ثمن. مرحبا بكم. بالنسبة للناس اللي بغاو دي موديل اخرين راه كاين سلعة، غير تواصلوا معايا كاين تمنى اللي مزيانة اللي غتعجبكم ان شاء الله. المحل ديالنا كيف ما كتعرفوا كاميرا لانس لافيروت لابير بلونش، اللي معرفوش لوكاليزاسيون دخل الماب كتب كاميرا لانس طلع لك لوكاليزاسيون ديالنا وجي عندنا. مرحبا بك ان شاء الله في اي وقت. الناس اللي بعاد كاين عندنا التوصيل ان شاء الله، و نتسنى على فيديوهات جديدة.